ولا انا جايين ندور فيكم على اساس ان في مشكله بينكم وبين الشباب هذول. احنا نبوا هل في تعيين هالكلام هذا مزبوط؟ كان في مزبوط، بس نوروه انتم هل انتم لكم دور فيه ولا لا. بس نرى على اساس ان اخوتنا واحبابنا كيف زلاف المؤسسه الوحيده اللي بتعين ابنائنا، وكان قرارها صادق درست السبع قالوها حطوها في طرابلس. الشباب لما وقفوا وداروا اعتصام اول ما جو سكروا اسمعوني اني نكمل. قولوا الاسم بتاعك وصفه يونس. بالله يونس المدني، رئيس نقابه المصارف والتامينات بلديه سبع ونائب رئيس النقابه العامه. جينا لقينا الشباب مسكرين المصارف، اول ما سكروا سكروا مصرف الوحده وعلى اساس متوجهين بيمشوا للضمان الاجتماعي. مضبوط يا شباب ولا؟ مضبوط. جيتكم في النص الساعه الاول، جيت لقيت الشباب بتاع الحراك كلهم شباب ومن سبها وخريجين، وسمعت منهم وقالوا احنا في تعيينات وكذا كذا واحنا سكروا المصرف. اول ما جيتكم انا رئيس النقابه، اتصلوا بي الشباب وجيتكم وكلكم جيتكم خريجين، ما جاكمش ولا مسؤول في سبها، لان نسحب اول واحد اتصل بي مدير الفرع وجيتكم لاصحاب المشكله تتعلق بالمصارف بس. اسحاب المشكله تتعلق بالمصارف بس. جيتوا ولقيتكم كلكم فعلا شباب واعيين وقاعد بس وياكم وهدرتنا، قلت له احنا استاذ عندنا تعيينات واحد اثنين ثلاثه، قلت لهم بالنسبه للتعيينات اللي كانت تتعلق بالمصارف مشاكل المصارف يكتبون واحنا نحلوها لكم. قلت له لا، احنا اعتصام عام في تعيينات في القطاعات زي الضمان وزي كذا وزي كذا وزي كذا وزي كذا، وبنسكرون كلهم. قلت لكم اذا كانكم بتسكرون كلهم احنا معاكم وما فيش مشكله واحنا معاكم، ماذا بينا؟ كل القطاعات متفاهمين. العشيه قلتوا بندير وقفه احتجاجيه واتصلوا بين الشباب، فهمتوا؟ وجيناكم وجبت معي مدير مصرف ليبيا المركزي ودرتوا اعتصامكم وعلى اساس ان بتسكروا كل القطاعات. انا شخصيا تواصلت مع مدراء المصارف بالكامل، هم موجودين بالكامل باستثناء السحاري ما جاش وباستثناء شمال افريقيا ما جاش لان عندهم ظروف انا منوب عنها. اتصلت بها مباشره، يا اخوان عندكم تعيينات، اتصلنا بالتجاري قال احنا لا عيننا ولا حنعينه في المستقبل، كان رد على نهائيا قال احنا لا عيننا ولا حنعينه في المستقبل، اللي كان في قرار تعيين جيب لنا منه صوره. اتصلت بالصحاري انت عندكم تعيينات؟ قالوا ما عيننا ولا بنعينه. اتصلت بشمال افريقيا نفس الكلام. اتصلت بسيد مدير الجمهوريه هو موجود حدايا قال لي احنا عندي موظفين، والكلام هذا قلت لكم قلت لكم عندي موظفين فرع مرزق وفرع الديسه مسكرات نتيجه الاحداث اللي موجوده في مرزق، نقلت مجموعه وعندي مجموعه عينتهم قاعدين تحت التجريب او موجود قدامي او جنبي او هذا مدير اداره المنطقه. انور بوتلات مدير اداره فروع مصرف الجمهوريه. انور هنا انور بوتلات هذيم اللي تشوفوا فيهم في مصرف الجمهوريه هذيم كل منهم اغلبهم مش كل منهم اغلبهم هذيم جايين من فرع مرزق وفرع الديسه لان مسكر جا فيهم كتاب من الاداره قالوا كل الفروع اللي مسكر لاسباب امنيه سواء في طرابلس ولا في غير طرابلس يمشي لاقرب فرع يخدم فيه. يا بعد شرايك في حوش هذا كانكم تشوفوا بالعدد الكبير. بالنسبه للناس اللي تو الان تم اختيارهم قاعدين تحت التدريب راهو ما عنديش ولا واحد لعندي اليوم متعين. ما يحكمكم فيما يخص اعتصاماتكم الامور اللي صارت بمجرد ما سمعت بالموضوع من الشارع على طول اتخذت اجراءاتي بمخاطبه البلديه وبمخاطبه مديريه الامن وبالاجتماع مع الاستاذ بوزيد والاجتماع مع الاستاذ انور للوقوف عليه. انا سمعت من الشارع انه في تعيينات وانه في قصه اجتمعنا والناس ما يضدكم، حتى المسؤولين ما مش ضدكم انكم تسكروا ومش ضد مصالحكم. توصلت اني وشخص منكم هنا والاستاذ ابو عريض القعمس وقلت له مش احنا ما نضدكم واحنا معاكم. احنا يا اخوان المصارف اللي قدامنا يجب السؤال يكون لها، ماذا قدمت مصارفنا سواء مصرف الوحده سواء مصرف الجمهوريه؟ المفروض يكون معانا الان مصرف التنميه المصرف الزراعي، ماذا قدمت المصارف في مدينه سبا لشباب مدينه سبا؟ هل قدمت لهم تسهيلات؟ هل قدمت لهم قروض؟ فيما يتعلق بالتعيينات اللي تمت، طبعا هذه التعيينات كان خلفها اللي هو عضو مجلس النواب حومه 100% هذه نبوها النقطه. طبعا جرى على اساس انه باعتباره صندوق الضمان الاجتماعي فرع فزان يقدم في خدمات من الشويرف شمالا الى الجنوب الغربي غات الجنوب الشرقي القطرون.
جرى على اساس انه يستحدث وحده خدمات الضمان الاجتماعي في تمسه، وفعلا جاب قرار انشاء وحده خدمات الضمان الاجتماعي في منطقه تمسه. منطقه نتاع توا بعد صدر قرار انشاء يبي يجيب موظفين لهذه الوحده، جاب مجموعه من تمسه ودار لهم قرار او عقد تعيين لهذه، وهم عددهم تقريبا 30. علي حمد القاعدي مختار محمد المدين. اليوم كنا في اجتماع مع حراك شباب سبا اللي مسكرين بعض مؤسسات الدوله على راسها بعض المصارف. طبعا كان الاجتماع برعايه مجلس بلدي بحضور امين البلديه ومختاري محلات بلديه سبها، وطبعا على شرف مدراء ادارات المصارف ومدير وكيل مدير مكتب وزاره هيئه العمل والتاهيل، كذلك مدير الضمان الاجتماعي على الموضوع التعيينات اللي على اثره تم اقفال بعض المؤسسات والحراك اللي صاير لاقفال بعض المؤسسات. الحقيقه اليوم كان في اجتماع ولكن للاسف الشديد ما وصلنا لحل لحد هذه اللحظه، ان شاء الله حيكون في حلول قادمه يعني اقناعهم بفتح المؤسسات تم اقفالها. والله فيما يخص التعيينات طبعا هناك اقاويل بان هناك تعيينات ما يعادل 400 مواطن تم تعيينهم للاسف الشديد حسب ما يقال ان هم من خارج بلديه سبها، ولكن حسب ما اتضح حاليا بعد ما تم سؤال مدراء اداره المصارف ومدير الضمان تبين ان هناك اغلاط في المعلومه. هناك فعلا تم تعيين حوالي 30 مواطن من بلديه او من منطقه تمسه على فرع الضمان الاجتماعي في تمسه، وهم احتجوا يسحبوا ان التعيين تم المجموعه تم تعيينها ان هم من خارج بلديه سبا ومن بلديه سبا، ولكن هم يتبعوا بلديه تمسه او في منطقه تمسه، وهذا لما يخص الضمان. اما ما يخص المصارف هناك في اليه معينه ممكن فيها بعض الاغلاط بعض الاخطاء ان شاء الله حيتم تداركها واصلاحها. لم يتم تعيين اي مواطن لمصرف وحده حسب ما يقال، لم يتم تعيين اي مواطن للتجاري حسب ما يقال،